القرآن شو يقول؟ إلى الليل. عادةً اسأل كل من يعرف اللغة العربية، الليل متى يكون ليل؟ هل ما يقوم به العامة بمجرد غياب قرص الشمس قبل الغروب الشرعي هل هذا يسمى ليلاً؟ هذا الله يقول أتم الصيام إلى الليل، لازم يصير ليل، ما دام ما صار ليل ما يجوز لك حرام تفطر. من تبين حبيبي أريدكم تفهمون القرآن، إذا صار جدل بينك وبين فد واحد يخالفك بالمذهب اقرأ القرآن، قل له بابا أنت سني وتعرف القرآن، هذا القرآن أول الصوم حتى يتبين لكم، أنتم تمسكون قبل التبين لكم قبل ما يتبين بربع ساعة، لا من أول صحيح ولا من آخر، لا فجركم صحيح ولا ليلكم صحيح، ليش هذا؟ ثم أتم صيامه إلى الليل، زين؟